الصناعة تطبيلت اللي تقريبا انقرضت، ما بقاوش الأغلبية الدراري تيتعطوا ليها. الصناعة بديتها تقريبا في الستينات، في أوائل الستينات، إنه الأب ديالي كان صناعي في هذه الحرفة تطبيلت، وكان الجد ديالي من الأم تا هو كان هو الأمين بالمدني. هذه أنا ورثتها على أبي وعن جدي. المواد اللي تنستعمل النحاس، كان فيه الأحمر والصفر، وواحد المادة تنقول لها المعدن هو الأبيض، هو اللي تنستعمله في هذه الصناعة. وكانت تستعمل كلها يدوية، ما كانتش الماكينة. دابا تخطرات الماكينة ولا السرج بالليزر ولا شحال من حاجة ولا فيها الآلات، ولكن الدراري اليوم ما بقاوش يتعلموها لأنه صعيبة في التعلم. أنه بغى يجلس 5 سنين ولا 6 سنين معاك باش يتعلم، اليوم خصو من ساعته بغى الفلوس، من ساعته بغى هذاك الشيء. علاش دابا الدراري ما بقاوش تيجيو يتعلموها؟ من الستينات تعطيت ليها، من 65 خرجت من مدرسة ديك الساعة في قسم الشهادة، خرجت من الشهادة ما بقيش كملت، إنه توفى لي الوالد في 60، وأنا بقيت قريت حتى 65 خرجت منها، وبقيت ديك الساعة تعطيت ليها إلى يومنا هذا. تطبيلت بالإبهاد المفهوم ديالها، إنه الناس اللي تعرفوا تطبيلت انقرضت، إنه ما بقاوش. دابا بقاو تيخدموا هاد الشيء ديال الليزر، زواق تخرام تقريبا. أما تطبيلت بصفة عامة ما بقاتش، إنه كانت المخرطة يدوية، كان شحال من حاجة كانت هي كلها كانت مطرقة. دابا اليوم التور هو اللي تيخدم، شحال من حاجة اليوم ما بقاتش. مسؤولين ما مهتمينش بالصناعة التقليدية، وبالخصوص بعض الصناعات اللي تيبغيو ينقرضوا، إنه بحال صناعة تطبيلت ما تعرفهاش المسؤول. كنت تلاقيت مع الوزير رئيس الحكومة أنا ذاك سلع 8، قلت له تطبيلت، قال لي أشنا هي؟ هذا رئيس حكومة، وهي بالشهادة يعني بفيديو بأنه قلت، قال لي أشنا هو تطبيلت؟ قلت له هو اللي تيصيب النحاس، هو واقف قدامي أنا وياه. لهذا تنتمنوا هاد الحكومة الجديدة باش تعطي أهمية الصانع التقليدي كيف ما كانت الصناعة، أنه هذا الشيء غادي ينقرض. ما بقيش يلقاو ولو واحد، أنه المغرب معروف بالصناعة التقليدية، وهاد الناس اللي تيجيو هاد الأجانب اللي تيجيو راه تيجيو يشوفوا الصناعة التقليدية، أنه عندهم هاد الشيء بالآلات، ولكن باش يشوفوا صانع تقليدي ما بقاوش تيلقاو.